الأسبوع اللي فات انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو هزني نفسيا، هز الأمة. ولو الأمة كلها حكومة وشعبا ما اهتزتش، يبقى لازم نقف مع نفسنا يا جماعة. أنا بقول على ملأ الناس، احنا عندنا الله ورسوله ورسله وكتبه وآياته ووحيه وغيبياته لا مجال للهزار فيها، ما عندناش هزار في الكلام ده. ومش أنا اللي بقول يا ست دعاء، ده ربنا في القرآن الكريم اسمع بيقول إيه، علشان بس احنا ايه المبرر الفج بتاع اسجد لل القذر. انا كنت بهزر. حاجة تخض. اسمع ربنا بيقول ايه، مش انا اللي هرد عليك، مش محمد ابو بكر، ده ربنا اللي بيرد عليك من فوق سبع سماوات، من قبل 1400 سنة. ايوه. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يا سبحان الله. الناس اللي واقفة وماسكة الحبل وبتنطط الممرض وبيضحكوا، أصل ده الدكتور. ربنا قال لكم رسالة اسمعوها مني. ربنا بيقول إيه؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القضية مش قضية عامل وطبيب، وهربيكم وربي نفسي بموقف لسيدنا الحبيب بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسانية ست دعاء مقدمة على كل الأديان السماوية. صحيح. الإنسانية اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يقف لجنازة يهودي، فقال الصحابة إنه يهودي، إنها جنازة يهودي، بينبهوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أوليست نفساً؟ وبعدين بكى. فتبكي على جنازة يهودي؟ قال أبكي على نفس أفلتت مني إلى النار. في فتح مكة يا ست دعاء، سيدنا أبو بكر الصديق، عارفاه؟ أبوه بقى اسمه أبو قحافة عثمان بن عامر. أبو قحافة ده عنده كام سنة في وقت فتح مكة؟ 92 سنة. خلي بالك هو مات سنة 14 هجريا، يعني بعديها بأربع سنين، وكان عنده 97 سنة. 96 97 يعني أنت بتتكلمي في 92 سنة. أيوه. فأبو بكر خده تحت باطه كده، راجل عنده 92 سنة، ورايح بيه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان تناله بركة دعوة النبي فيسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشوفه راجل كافر بحط تحت كافر 100 خط، قام واقف من المجلس. ايه اللي انت عامله ده يا ابو بكر؟ ايه اللي انت عامله ده؟ جايبه ليه؟ قال له جايبه عشان تناله بركه. قال هلا امرتني فاتيت الرجل اكراما لشيبتي؟ اكراما لشيبتي. الاسلام علمني ان مهما كان علمي ومهما كان منصبي ومهما كانت درجتي ومهما كانت وظيفتي، فالإنسان اللي أكبر مني ده هو أسبق مني إلى الله، سبقني إلى الله. سبقني إلى الله بإيه؟ بإسلامي، بإنسانيتي، بمولدي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع في أصحابه معنى الإنسانية. أيوة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن القضية يا جماعة إحنا بنستهتر جدا، وبعدين نقول أصل إحنا كنا بنهزر. لا، في حاجات عند ربنا ما فيهاش هزار، فيها أقف. أنت خرجت من الملة، أنت فعلت فعل كفر، ولازم المجتمع كله يتحرك. لأن خدي بالك، أنا ما بقولش على الراجل ده بس، لا، ده حق مجتمع.
ده أنت تفشي في الأرض فسادا، أنت تزرع في أبنائنا الأخلاق الفاسدة. هو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الفيديو ده ينتشر قوي كده، سبحان الله العظيم. فضيحة غريبة. المرة الأولى خلي بالك، لو كانت المرة كشف الأولى ستره لستره الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست يمكن المرة يكون الأولى. هو بيقول بقى له معايا 25 سنة، يمكن ال 25 سنة كلهم ولو كده. ولعلها رسالة لكل ذي منصب ولكل ذي مكانة أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن لكل منا رصيد ستر مع الله، فإن نفد فضح الله الخلائق على مستوى الخلائق وعلى مشهد الخلائق. عندنا فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.